et laisonimes osios obtir opantokrator ابشويسنتنجوم شوبن من امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. اشليل ايرني باسي فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزاحوا عن شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضوعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوة عدو ولأدخلنا في بن بطري يا جدوى مشبوط مع الشرف عطاك روحي جنب فسرونوت جنب فكاش بيني طرو وسمين يوت السواب نيفسكو وسنير كيما عطاك روحي جنب احنا النهاردة بمشيئة الله هنقوم برسامة مجموعة من الرهبان. قبل الرهبنة طالب الرهبنة بيقروا التعهد الخاص بطالب الرهبنة أنبا بطرس بصوت عالي. أتعهد أمام الله رب الأرباب وأمام ملائكته وقديسيه وأمام المذبح المقدس وقديسي أدير وأمام أبينا صاحب القداسة البابا الأنبا شنودة الثالث وأمام أبي رئيس الدير وأمام أبائي الكهنة والرهبان مجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة معترفا بأنها موت على العالم وأن أبدأ بحياة الشركة في الدير وأبتعد عن محبة المال وأتعهد بأن لا أدخل في معاملات مالية مع أحد حتى لو كان مع أسرتي وأقاربي إلا بموافقة رئيس الدير وأبتعد عن محبة النصيب الأكبر وأتعهد بأن أعيش في التزام
حياة العفة، وكذلك في حياة الطاعة، محترما ناموس الدير وأنظمته، احتراما كاملا، سالكا بأمانة، والتزام في كل أداء واجباتي، وما يعهد إلي من مسؤوليات، وأن أكون أمينا في اعترافاتي، ولا أسلك حسب هواي ومشيئتي، ولا أترك لنفسي أن أشترك في تذمر الآخرين، كما أتعهد بالقراءة على بالمواظبة على القراءة الشخصية في الكتاب المقدس والتأمل فيه، وبستان الرهبان وكتب الآباء والمواظبة على الأسرار الإلهية والمزامير والتسبحة وصلوات مجمع نصف الليل والغروب، وارتباطي بحياة السكون والتأمل، وعند رغبتي في حياة الوحدة، لا يكون ذلك إلا بمشورة أب اعترافي وموافقة رئيس الدير، وألتزم بالعمل الذي يوكل إلي، وأن أحب الكل وأخدم الجميع، ولا يعلو صوتي في الدير، ولا أستقبل علمانيين في قليتي، ولا أكون محبا للطرف، لا أسعى نحو النزول للمدن والريف، بغير ضرورة مرض أو مهمة يكلفني بها الدير، وألتزم في هذه الحالة أن يكون محل إقامتي بمقر الدير أو بترتيبه بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين، كما أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير، مع توقيري واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة محافظا على طقس الرهباني الغير متعال على أحد، فليعطينا الرب نعمة بصلواتكم جميعا حتى أسلك بأمانة. صلوا عني هامة طنيا. قال الله لأبراهام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وبارك مباركيك ولعنك ألعنهم، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبراهام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبراهام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام سارايا امرأته ولوطا ابن أخيه وكل ما اقتنتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكها في حران، وخرجوا يذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض لمكان شكيم إلى برلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبراهام وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، والسبح لله دائما أبديا أمين. من سفر التثنية لموسى النبي بركاته علينا أمين. فأحفظوا الوصايا التي أوصيتكم بها وأعملوا بها، إذا عملتم بها عشتم وكسرتم ودخلتم الأرض التي وعد الرب لكم ولآبائكم أن ترثوها،
وتذكرون الطرق كلها التي سيركم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلبكم إذ كنتم تحفظون وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن في البرية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آبائك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثيابك لم تبلى ولم تحفر رجلاك هذه الأربعين سنة ليعلم قلبك أنه كما يؤدب الرجل ولده كذلك الرب إلهك يؤدبك. فأحفظ وصايا الرب إلهك ليدخلك أرضا صالحة ذات عيون وماء حل وتجول وتسكن في الجبال والأرض أرض حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودهن وعسل أرض لا تأكل فيها خبزك والمسكنة ولا عوزك فيها شيء والسبح لله دائما. يا ابني إن تقدمت لخدمة الرب الإله فهيئ نفسك للتجارب الكثيرة وشدد قلبك واحتمل واصبر ولا تنحل والتصق بالرب ولا تبتعد عنه لتنمو في آخرتك. اقبل كل ما يأتي عليك بتواضع قلب وطول روح لأن الذهب يتجرب بالنار والمختارين من الناس بالهوان. توكل على الرب لينصرك قوم طريقك وترجاه فإن الخائفين الرب يترجون الخيرات والحياة الأبدية والرحمة والسبح لله دائما أبديا آمين. نسأل الله ضابط الكل وربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك. تعتهم بالمراحم الرفاتش فيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض هو الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض قم وعزهم والمعذبون بأنواح النجس عتقهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين الذين في السجون والمطابق والذين في السبي والنفي أو المقبوض عليهم في عبودية المرة يا رب عتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس رجاء معين ليس لهم عين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضيقة والمقبوض عليها أعطيها يا رب نعمة أعطيها رحمة أعطيها برود أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطايا أعطيها يا رب معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطايا وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفيها والتي لأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقة الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب رحمك. فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد لله في العالي وعلى شيريني وتي فرسين وسيورو من هاليس شرف شوشن تبن كنصر يجبو نان المانو هيل انت هو عريبا من القرآن وستادي زيت النور امن شويس يسوس بخريستوس انت كان النوبي ناني فون تينستي انم بشليلي بصوت من نفسي شي في طفل تتيم اسمي صوب شبرانا في مبنوتي نستيز نيت أسؤولي هم ويسيسي هم بطول شاهم سبجي من أمس ناني فولي كيف شو
إنستياس تسؤول إيلياس بشويد في وهسنو هي من دانيل فولخن بلاكو سني موئي آمن شايسوس بفرس لسنا نستا في مريا من أنا هون مارن إرنس في خنو طوبون موم اسمي وانت نبروس في شستين وشفولن قوم موز خلصنا محب البشر الصالح صنع فعل الصوم بتواضعه العظيم فوق الجبال العالية بانفراد جسدي وعلمنا المسلك كي نسلوك مثله أبطال قوة العدو وحيله وحجج وافتضح المجرب أمامه والتلاميذ وصوه والرسل القديسين شهدوا بها البديع على حجج العدو ربح عظيم كثير كائن في الصوم يمحو الخطايا للذين تدنسوا كامل التواضع وبر التقوى وغفران الأسام من قبال الصوم أتمسكم بالصوم والصلاة دائما في أيديهم سيوف وأسلحة ربنا يسوع المسيح مالك السلام يغبط الصوم وكل من مارسه من صراع الأشرار يهربون ويهلكون بواسطة الصوم مع الصوم شهداء المسيح تغلبوا على العذاب بواسطة الصوم واحتمال صبره العذار الحكيمة تنزل بلد بالطهارة كانت مصر منها زيتان بالصلاة والصوم الذين أرضوا الرب الإله بأعمالهم الصالحة أحبوا بهاء الصوم واحتمال صبره صار خالاه في سفر مدمين فقد قائلان إني أحنيت نفسي أمامك الصوم وبولس الرسول لسان العطر يقول إني بصوم وسهر في الأيام والليالي ربنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك بينصور سمسهم بتتشوسي ترك انخيطو شوسن ترين صوتوكوس وين برسن سنسيوني فين لديهم في طريمان من صوتي لنهار صوتنا وين هكيسي بلار تبسمنا ننت بإريني شيريني وتي برسن سورو من آلي سيني شرب شوشن تبن جنسر اقبونا ننمانوين انتي اماري بن مبتي برستاتي ستن والنار بن شويس البرس والتكار النوبي ناريبون ايشي سوى مع عظيمك من زمير داود النبي بركاته علينا امين تعالوا ايها الابناء واسمعوني واعلمكم خشية الرب من هو الإنسان الذي يحب الحياة ويظن أن الله أن يرى أياما صالحة اكشف لسانك عن الشر اكشف لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش
حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واتبعها، فإن عيني الرب على الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم. هللويا. قد صنعت حكما وعدلا فلا تسلمني الذين يظلمونني، اقبل عبيدك اليك في الخير لا اكذب علي المستكبرون. عيناي قد فنيت الى خلاصك قول عبدك، اصنع مع عبدك نظير رحمتك وحقوقك. علمني عبدك انا فهمني فاعرف شهادتك، انه وقت يعمل فيه للرب. وقد نقدوا ناموسك لاجل هذا احببت وصاياك افضل من الذهب والجوهر. لأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق ظلم أبغضت. اضطرب قلبي فيا وجذع الموت، أتى علي خوف ورد آتيا علي وشتي الظلم. فقلت من يعطيني جناحي كلاما مفاطير واستريح، ها أنا ذا قد ارتعت هاربا وسكنت البرية. كنت منتظرا الذي خلصني من الصار النفس ومن الذوب. Yeah.
بشويس نيم بمكاهي انت تفجمو موسي نو بيكوبتر فنت بنو قيامة الأموات الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح نيح نفوسهم أجمعين بولس ربنا يسوع المسيح. وأخيرا يا أخوات خوف الرب وفي حيز قوته البسوا عليكم جميع سلاح الله لكي تستطيعوا أن تقفوا قبالة حيل الشيطان، لأن لذلك خذوا لكم الله الكم تقدروا على القيام في يوم الشر، وإذا عملتم كل شيء اثبتوا وانهضوا وأنتم مشدودون على ظهوركم بالحق، والبسوا ضلع البر حاذين أقدامكم باستخدام إنجيل السلام باستعداد إنجيل السلام، ومع كل شيء خذوا لكم ترس الإيمان هذا الذي تكون على إطفاء جميع سهام الشرير المتخذة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، وبكل صلاة وبكل طلبة صلوا في كل حين بالروح، وكونوا في هذا ساهرين بكل ملازمة وبكل طلبة عن جميع الأزهار وعني أنا أيضا لكي أعطي كلاما عند افتتاح فمي لأنادي بسر الإنجيل علانية، هذا الذي به أنا موثق بسلاسة لكي أظهره كما ينبغي لي أن أنطق، ولكي تعلموا أنتم ما الذي يقصد نعمة الله لا تحل على روحنا يا ختمي.
دشی ساسیت ایرانی پاس الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسلت المكرمين قائلا نبيا وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأن أتم أبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بدوام أناجيلك المقدسة بطلبات قديسين للإنجيل المقدس تذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا كايبرتو كاتاكسيو سينيماس اكرواستو اجيو افانجيليو كيريون كتون ثوني موني كاتيف سومين صوفيا اورثيا كو سومين تو اجيو افانجيلي ο αναγνώσεις εύολ χέμπι ευαγγέλουν ετούα κατά μάρκον αγίον من مزامير داود النبي بركاته علينا امين طوبى هم الذين تركت اثامهم والذين سترت خطاياهم طوبى للانسان الذي لم يحسب له الرب خطيه ولا في فمه غش هللويا من انجيل معلمنا مرقس البشير بركاته علينا امين ودعا الجميع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل بشارتي فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من استحى أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الشرير فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته الأطهار وقال لهم الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله
قد أتى بقوتي. الحمد لله دائما بإذن يتسلم في أرض ما يرقب إن مارس إن جتك متور جفك ببي أوشاني جفز ماروت جف يوت نم بشير نم ببن بمارس هو تتري في جيك الغرب نوشتم مستنديون. يا الله الرحوم الخالق الكثير الرحمة أبو الأنوار وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس، نسألك أيها الثالوث القدوس اطلع من السماء على عبيدك هؤلاء الآتين إليك ساجدين ومنكسين الرأس أمامك، اقبل إليك يا رب صومهم وصلاتهم وتوبتهم واعترافهم، واغفر لهم جميع خطاياهم، اعطيهم قوة وخلاصا وفهما وحكمة وعقلا مستيقظا، امنحهم يا رب قلبا طاهرا وفكرا ثابتا وإيمانا مستقيما ونسكا وصبرا وشجاعة ومعونة، احفظهم يا رب من كل التجارب الشيطانية والأرواح الخبيثة والأفكار الردية، امنحهم أفكارا صالحة سمائية، احفظهم بعساكر ملائكتك النورانية وطهر نفوسهم وأجسادهم مع النور القدس، باركهم يا رب بقوة الصليب المقدس. كمل اللي بعد. العريس إلى خدريه الروحاني السماوي واجعلهم مستحقين لسماع صوتك الفرح الممتلئ بهجة وسرورا القائل تعال أيها العبد الصالح أدخل يا فرح سيدك، وأعطيهم نصيبا ومراسا صالحا ليرثوا مع جميع قديسيه ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددت يا رب لجميع قديسيك، ونحن الخطاه نسألك أيها الرب يا محب البشر أغفر لنا خطايانا وأثامنا واقبل إليك اعترافنا وثبتنا في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير بشفاعة الست السيدة مرت مريم والدة الإله وجميع القديسين آمين. Ишлин небе бросив кистансите ирене пас فيها وكل شوقك وضام باركهما السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر انعم بينا علينا نعاما الملك والجند والرؤساء والوزراء وجموعهم جيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك سلام اعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتنين لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله فالتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك ربنا لهم خلصنا يسوع المسيح يسوع نطلب من صلاك يا محب البشر اذكر يا ربي سلامة بطريق نراب المكرم رئيس الأثار كفا الباب المعظم أنبشن ودسالز لكي يحيط المسيح لنا بملاك السلامة وشركابة المطرة الرسولية
في خدمة الرسولية أبائنا الأساقفة الموجودين الحاضرين معنا. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا شنودة السالس بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. أيضا فضلنا سنين كثيرة من سالمة مكملات الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطباوية مفصلا كلمة راقب استقامة الرأيان شعبك بطهارة وبر وجميلة بلاثق والأرثين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية أنما عليهم علينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شابك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك النطق السماء راح الدخور فأرادهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقوا ما أدلهم تحت أقدامهم سريعا أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعنا باركها من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا يا رب أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنع حسب مشيئتك الصالحة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وكيك كل مبغض اسمك القدوس واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يسمعون مشيئتا من كرياليس من كرياليس خنوم اسمي نور من نور على حق بلا حق موجود غير مخلوق ساوي لا في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس مريم العذراء وصلب عنا على عهد براس البنطي تألم وقبل وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس يمكن القضاء نعم من بالروح القدس الرب المحن باسم الاب نزل له ونمجده مع الاب والاب والناطق الانبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع مدير واحدة مقدسة القدم وننتظر قيام الأموات وحياة الدهر التي آمين إشريل Ir ne pasi,
لنون مارنتي وابنوتي في بانتوكراتور بيوتن بنشو يسو بنوتي وبنسو تير إيسوس بيخ ريستوس كنتي وتنتو انتك متأغاسوس بي مايرومي اذكر يا رب أبائنا وإخوتنا الذين رقدوا أبائنا الرومان وأبائنا العلمانيين وعدري أحكم المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسه مجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحق ملكوت السماوات وأما نحن الأحياء فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات العارف ما كان منذ البدء وما يكون الآن الذي يعرف الخفايا والمكتومات الفاحص عقل البشر والعالم بالضمائر قبل كونها انظر من علوك المقدس ومن مسكنك المعد على عبيدك هؤلاء الذين أتوا إليك المبتدئين بالسيرة الروحانية التي هي الرهبنة قوم سعيهم هب لهم طاعة كاملة ليكونوا في موت من جهة الأيام الطبيعية
لكي من قبل قص شعر رؤوسهم يطرحوا عنهم الأعمال الردية ويقبلوا نعمة الروح القدس. نعم يا رب إلهنا، اسمع مع عبيد خيرا ونعمة لكي يشتاقوا إليك بقلب طاهر كامل، ويحن عنوقهم من شهوة تحت نيرك الطيب، ويهربوا بالكمال من الشهوات والمنازل الجسدية ومن العالم المدل وكل الأرواح الخبيثة، ويستحقوا كرمك الروحاني. لكي يتقلبوا في كل زمانه بالصبر والعفاف والتعب والغربة والوداعة والنسك والتواضع بسيرة نقية مملوءة من الفضيلة في وصاياك وأوامرك، كاستحقاق الدعوة التي دعي إليها، وليستحقوا أن يعملوا بالفضائل الكاملة ويتأملوا في الأسرار بالمنظر، ويكونوا وارثين للفرح الذي لا يوصف، وينالوا المجد في ملكوتك بابنك الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي له المجد دائم إلى الأبد أمين. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب إلى صلاحك يا محب البشر، ارشم عبيدك بيمينك، ارشم عبيدك بيمينك مع عسكرك السمائي. تفضل سيد. ارعاهم، باركهم، ثبتهم. اللي بعد كده احفظهم كل حين ليكونوا بلا خطيه، لكي يجهدوا الجهاد الحسن الذي ضربنا ويكملوا سعيهم حسنا، واحفظوا الامانه بغير تحول ولا ميل ولا لوم بربنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد والاكرام الان وكل وقت الظهور كلها امين. نشكرك يا الله الاب ضابط الكل الذي برحمته الكثيره خلصت عبيدك من التعب الباطل الذي للعالم ودعوته الى الوعد الصادق. نسال ونطلب من مجدك الاقدس، من مجدك المقدس، اجعلهم مستحقين لوعدك الظاهر الكريم، احفظهم من كل الفخاخ ابليس وكل جنوده، هب لهم صلاحا وتضاعا قلبا ووداعه ونسك وايمان ورجاء ومحبه بابنك الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد والاكرام الى الابد امين. يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. Yeah.
خليفة الخدي بلاش كلام عشان نعرف نصلي. ميخائيل راهب على دار ميخائيل راهب على دار القديس الأنبشوم رئيس المتوحدين خين فران ما فيوت نشاب افز مرعوت نشيف نوت نيوت في بانتوكراتور احنا هنصلي ولا نزغرط افز مرعوت نشيف منوغنيس نشير ايسوس في كريستوس بنشويس افز مرعوت انجبي ابن فايس وابن باراكلي ايتون أرسنيوس راهب على دير القديس العظيم الأنبشود رئيس المتوحدين خين فران مبيوت نشعب في اسم رؤوت نجيب نوت فيوت في بانتوكراتور في اسم رؤوت نجيب منوغنيس نشير إيسوس في كريستوس بن شويس افز مرعوت انجبي ابن فميس هو ابن فرقليت بلاش دو دوا بلاش دو دوا طب يا راهب على دير القديس العظيم الأنبشود رئيس المتوحدين خين فران ببيوت نفسه أبا فيس مرعوت
فز مرعوت ابن تميوت في بانتوكراتور فز مرعوت جبن غنيس انشيريس خلستوس بن شويس فز مرعوت جبن ابن فميس هو بن باراكليتون بلاش زن بلاش زن رافائيل راهب على راهب على دير القديس العظيم لم بشهود رئيس متوحدين خين فران ببيت نشوب في زمرعوت جيف نوت بيوت بي بانتوكراتور في زمرعوت جيف فنوغنيس نشير إيسوس في خريستوس بن شايس فز مرعوت جبي ابنك ما يسوى من برشيتون تومس راهب على دير القديس العظيم الأنبشن ودبر يسواق خين فران مبيوت نفسه ومفز مرعوت جيب نوت بيوت يبان توقراتور مفز مرعوت جيب فنوق نيس نشيلي يسوس في خريستوس في شويس فز مرعوت جبي ابن المايس هو ابن خراكنيتون اللي بيزن ورايا يبطلوا زن صليب راهب على دير القديس الانبشود بريد سواق خين فران مبيوت نفسه ومفز مرعوت جيف نوت بيوت في بانتوكراتور أفز مرعوت جيف فنوغنيس انشيد إيسوس في خريستوس بن شايس فز مرعوت جبي ابن بمس هو ابن براكليتون Yeah.
مبروك. الياس راهب على دير القديس العذراء بقبل إخليم خين فران وفيوت وشوى بفيس مرعوت جيف نوت فيوت بيبان تكراتور بفيس مرعوت جيف فنوغنيس انشيريسوس تخلصوس بنشويس اسمر اوت نجيبي ابن اسمعيس هو ابن أرجوكوا تبطلوا زمس سلوان إسراهب على دير القديس العذراء بقبل إخميم خين فران وبيوت نشوى مفيز مرعوت نجيب نوت فيوت في بانتوكراتور مفيز مرعوت نجيب فنوغنيس نشيري إيسوس يا خريستوس بن شويس افز مرعوت انجبي ابن قويس هو ابن فرقليتون بولس راهب على دير القديس العذراء بقبل إخميم خين فران وبيوت نشوى بفيس مرعوت جيف نوت فيوت في بانتوكراتور فيس مرعوت جيف فنوغنيس شيريسوس في خريسوس بن شويس افز مرعوت انجبي ابن فمايس هو ابن باراكليتون كراس راهب على دير القديس العذراء من قبل إخميم خير فران وبيوت نشوى بفز مرعوت جيف نوت فيوت في بانتوكراتور فز مرعوت جيف فنوغنيس شيري إيسوس تيفن شايف
افس مرؤو تنجب يبن ويسوى ابن خلقين. بتتكلم على العذراء تلاقي واحد تاني العذراء اثنين بطرس واحد بطرس ويوحنا بطرس ويوحنا بالنسبة للبيت ده يعني بطرس راهب على دين فين فران وبيوتن سوان بفيس مرؤوتن جبنوتن يوت بيبان دوكراتور فيس مرؤوتن جبفون وغنيسن شيري يسوس بخرسوس شويس آخر واحد من لن أفرس ابني حلق خالص كده يوحنا راهب على دير القديس الأزهر بجبل إخمين في نفران في وطن الشعب في زمر أوتن جائف نوت يوت في بانتوكراتور آمين افز مرؤوت جبف منوغنيس مشير إيسوس في خرسوس بن شويس آمين افز مرؤوت جبيف نف ميس هو بن فرقلي إيتون
جوازي مثلا المقر الاسفل. يسطس راهب على دير قديس الأنبت وماس بالخطبة في نفران بفيوت نشوان بفيس مرعوت نجيف نوت فيوت في بنتوكراتور بفيس مرعوت نجيف فنوغنيس نشيري يسوس في كريستوس بنشايس آمين. ابن فايس وهاب امبراطريت. كيرلس راهب على دير القديس العظيم من بتوماس بالخطبة يا ولاد يا اللي بتتكلموا عيب مش عارفين نصلي فين فران بيوت في سمرعوت نجيف نوت بيوت في بانتوكراتور مرعوت انجبت من اغنيس انشيري ايسوس في خريستوس بن شويس آمين افز مرعوت انجبت من فويس اوهب امبارخي ايبتون تيموساوس راهب على دير القديس الأنبا توماس خيان فران وفيوت نشوف في اسمر اوتن جبنوت فيوت في بانتوكراتور آمين في اسمر اوتن جبنوت فيوت في شيري يسوس في خريستوس بن شايس مرعوت انجب ابن فايس وهاب امبراكليتون انت تابع كاميرا سي تي في قلت لي كده قلت لي اروح اكلمه وانت بص انت واقف هنا انت قلت هعمل شغل وارجع انت عامل شغل وارجع Hey.
الجداد يجوا هنا اقول لهم كلمتين وبعدين ياخدوا صوره. فالرهبان القدام يتفضلوا يمشوا، ما تاخدوش زمانكم وزمان غيركم. اتفضل يا ابونا. اتفضل يا ابونا، ما تخلينيش اقول لك كده. ابعد كله، ما فيش غير الجداد بس. كل القدام يبعدوا. يلا يا ابونا انت وهو. ابعد يا ابونا شويه. الجداد بس اللي يقفوا. عايز اقول لكم باختصار، الرهبنة مش هي الجلابية السوداء دي. زي ما قال الشيخ الروحاني: لا تعزي نفسك بلبس السواد يا اخي. ما تفتكرش انك لما لبست الجلابية السوداء بقيت راهب، ابدا. انا مسميك رهبان صحيح، لكن الرهبنة الحقيقية انك تموت عن العالم وكل ما فيه. مش العالم يعني المدن والريف، حتى اللي جوه الدير. خليك في حالك. ودايما بقول للرهبان احفظوا الكلمة دي: وانا مالي خليني في حالي، وانا مالي خليني في حالي. ابونا فلان ده بيغلط، ابونا فلان ده بيتكلم كلام مش مظبوط، وانا مالي، وانا ماليش دخل. خليكوا في حالكم ولا تشتركوا في أخطاء آخرين. بس يا ابني اللي ورا، والرهبنة هي الصلاة الدائمة. احنا قاعدين في العالم في الرعاية مشغولين، ما عندناش الصلاة الدائمة. بنتكل عليكم انتوا اللي تصلوا، ونقول يا رب من اجل الصلوات الناس دول تاخد بالك من الكنيسه، فلو انتم ما صليتوش تبقى راحت علينا وعليكم. فاهمين الكلام ده؟ الرهبنه هي حياه الصلاه الدائمه. تصلي وانت ماشي، وانت قاعد، وانت بتشتغل، وانت في الكنيسه، وانت بره الكنيسه. ونشكر ربنا جاي لكم أسبوع آلام قريب مركز في الصلاة. والرهبان معناها الإنسان لا يشتهي شيئا خالص، يموت عن العالم ويميت كل الشهوات اللي في قلبه. واحترسوا من البنات والستات، انا بقول لكم قصتهم كلهم هنا.
تيجي واحده تكلمك وتقول لك باركني يا ابونا اقول لها ابعدي عندي. وانتوا اوعوا تقربوا عليهم. طب حكايتكم حكايه. قديس الانبا ارسانيوس فاتت عليه واحده ست وقالت له صلي لي، قال لها اصلي ان ربنا يشيلك من فكري ومن حواسي. ونرجو من إدارة الأديرة إنها تسهل لهم الحياة الهادئة الساكنة البعيدة عن السجس والشوشرة. وابتعدوا عن الموبايل فون. عارفين الموبايل فون ده إيه؟ زي اللي في جيبك يا يؤنس. أنبا يؤنس عشان ليه شغل في الإدارة فمحتفظ بالموبايل فون، لكن أنتوا ليكوا شغل في إيه؟ لما تستخدم الموبايل فون كأنك حاطط عالم في جيبك، وعالم يجيلك في ودانك وفي قلبك، وابقى خرجت عن العالم إزاي؟ ما خرجتش. لما كتبنا الطقس الخاص بتعهد الراهب الجديد ساعتها ما كانش فيه موبايل فون. لما كتبنا الطقس دايرة نضيف دي لطقس التعهد الراهب الجديد. طيب تشوفوا دي يا انت عارفني يا ما قلت على الموبايل فون. نعم ما تجيب لهمش حروب انت يا اخي اللي عرفهم النت. انت تعرف حاجه اسمها نت؟ وربنا يكون معاكم. يعني اشكروا ربنا ان انعم عليكم بانكم تقبلوا في الدير وانكم ترشحوا للرهبنه وانكم ترهبنتوا وانكم لبستوا القلنسوه والمنطقه الى اخره. ربنا يخليك يا سيدنا وتعيش وتعمر الاديره يا سيدنا. عاشت حياتك. قبل عهد خلاصتك ما كانش فيه حاجه اسمها دير انبا شنودة، ما كانش فيه وجود. ولا انبا تونس. ولا انبا تونس. ولا العدرا الحواويش. ولا العدرا في الحواويش. يعني الثلاث اديره دول في عهد خلاصتك يا سيدنا دي اديره عمرانه تعيش وتعمر. مش بس الأديرة والرهبان. الدير مش مجرد جدران ومباني، الدير هو رهبان. ربنا يكون معاكم. عايز انكم ايه؟ ياخدوا لكم صورة. نصور مجموعة بعد اذن حضرتك سيدنا. بس في الأول كله وبعدين نبتدي في المجموعات. يا ناس يا اللي بتصوروا. بصوا كده على هناك كده، بصوا على هناك. يا ابني خلينا دلوقتي. بص يا حبيبي هناك. بصوا على هناك واسجدوا يا جماعه، واسجدوا عشان تظهروا كويس. المجموعه اللي قدام تسجد. المجموعه اللي قدام تسجد. البعض يقعدوا والبعض يركعوا والبعض يقفوا. واتحطوا كده، اتحطوا. انزلوا تحت شويه. انزل يا ابني تحت شويه. يلا يا مصوراتي. يا اهل. بس فاكر. الزغروطة غريغور دي ده اسمك ايه؟ ها؟ اسمه كويس. ده ممدوح المدير المالي بتاع البيت. احنا عايزين نعمل راجل بتاع ده بس مدير المالي. احنا شنودة المطار هيتفتح السنة دي، فاكرنا بقى بعد المرة الجاية. كل ثلاث سنين بالبلد 2004 و2007
كان جاي 2010 هو اللي غلط فتح ده بس لازم تجينا لما يتفتح المطار هو فتح الشارع لما يتفتح ضربتنا سيدنا خلينا الله يحفظك لا كفايه كده من الشارع خلاص يا واد خدت الكرسي ليه يا ولد الكرسي مايل سيدنا خمسة عشر راهبا تم صيامتهم بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث من دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين دير القديس العذراء مريم الحواويش ودير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج. الفرح الذي ظلل قلوب الآباء الرهبان الجدد قادر أن يظلل قلوب الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.